كلنا شايفين اداءات عظيمه من فرق صغيره زي ليفركوزن في المانيا واستون فيلا في انجلترا وجيرونا في اسبانيا، عاملين مستويات اكبر من التوقع بكتير الموسم ده. فالنهارده هنتكلم عن قصص مشابهه للفرق كانوا الاندر دوج وقدروا في النهايه انهم يكسبوا بالبطوله او يعملوا موسم عظيم، بس هنستثنى المواسم القريبه عشان دول عشناها كلنا، يعني دوري 2023 لنابولي والمغرب كاس العالم 22 مش هيكونوا معانا في القايمه. فمن غير كلام كتير يلا بينا نبدا. في المركز العاشر مونبلييه 2011، فريق الفرنسي اللي قدر في موسم 2010 قدر يتفادى الهبوط بفرق 3 نقط بس من موناكو اللي هبط الموسم ده، وخلص الموسم في المركز ال14. قدر في الموسم اللي بعديه على طول قدر يعمل معجزه ويفوز بالدوري الفرنسي، الا للعلم وقتها كان في فرق كتير قويه زي ليل بطل الدوري الموسم اللي قبليه تحت قياده رودي جارسيا، للعيبه زي جيرفينيو وهازارد في بداياته، وباريس اللي كان برضو كان فريق كويس جدا ساعتها. وقدر مونبلييه بيجدد لعيبه زي بلهاندا وجيرو هداف الدوري ب 21 جول، وكمان جون اوتاكا نجم الاسماعيلي السابق انه يفوز بالدوري. في المركز التاسع نابولي 2018، موسم نابولي مع ساري كان من احلى في الفرق اللي لعبت كرة في تاريخ الدوري الايطالي، عملوا موسم رهيب جدا موسم 2018 تحت قاده لاعبين جامده جدا زي انسيني ومالك وكوليبالي. الفريق كان قادر ينافس اليوفي وقتها اللي كان كاسب الدوري كتير بشكل متتالي، وصل لمرحله ان هو قدروا يكسبوا اليوفي في الاليانس 1-0 بهدف من كوليبالي في دقيقه 90 في الجوله ال34، وكانوا على بعض خطوات من اللقب، بس للاسف في الاخر ضيعوا اللقب في الاخر الانفاس، وبالذات بعد ماتش اليوفي اللي قدر يكسب في الانتر 3-2 في الميازا بعد قرارات تحكيميه مثيره للجدل، وده ادى لاحباط فريق نابولي اللي كان هيفرق معاهم فوز الانتر على اليوفي الجوله دي، خسروا من الفيولا 3-0 في الملعب الارتيمو فرانكي بهاتريك من جيوفاني سيميوني اللي بعدها ب5 سنين وقع مع نابولي. وفي الاخر نابولي بعد الاداءات الاستثنائيه دي خسرت الدوري ب91 نقطه واليوفي كان بطل الدوري ب95 نقطه. في المركز الثامن زامبيا 2012، ونروح للماما افريقيا ونروح لمنتخب زامبيا اللي هو تاريخيا فريق مغمور ومعملش اي حاجه كبيره في تاريخه لغايه موسم 2012 لما حصلت المعجزه وفازت زامبيا ببطوله امم افريقيا 2012 تحت قياده العبقري هيرفي رينار، وكانت تاني ولايه ليه بعد ما كان ماسك نفس المنتخب ده موسم 2008 لموسم 2010، وكان برضه عامل معاهم نتائج كويسه جدا. كان من اهم اسباب عدم تاهل منتخب مصر كاس العالم 2010 بعد ما تعادل مع منتخب في الاستاد القاهره 1-1 في تصفيات كاس العالم في اول جولة، ومسك تاني مرة موسم 2011 لغاية موسم 2013، وقدر يكسب البطولة مع زامبيا بعد ما عدى منتخبات صعبة زي غانا في نصف النهائي وفوز بركلات الجزاء في النهائي ضد كوندوفوار بقيادة ديدي دروجبا ويايا توريه، فهي ما جاتش مع المنتخب بالحظ او مع هيرفي رينار اللي هو برضه قدر يكسب البطولة تاني مع منتخب كوندوفوار في موسم 2015. في المركز السابع حرس الحدود 2009، نروح بقى للمحل والفريق حرس الحدود تحت قيادة طارق العشر الملقب بدييجو سيميوني مصر، وكان فريق كلح جدا في المواسم دي، وكان فعلا بيلعبها باسلوب مشابه باسلوب سيميوني 2014، وكان معاهم لعيبه كويسه جدا زي احمد عيد عبد الملك واحمد عبد الغني واحمد حسن مكي وعبد السلام نجاح، ده غير طبعا كاميني واحد من اشهر حراس الاجانب اللي دخلوا مصر وبعديه علي فرج. وفي الفتره دي كان حرس الحدود من اكتر الفرق اللي رقمت على الاهلي، وقدر يكسب الاهلي في نهائي كاس مصر موسم 2009 2010 وسوبر في نفس السنه ضد الاهلي، وكمان قدر يكسبه كاس مصر موسم 2008 2009 نادي انبي في النهائي، وحتى كان متصدر الدوري موسم 2012 قبل ما يتلغي البطوله بسبب الاحداث المحزنه اللي حصلت وقتها. في المركز السادس اتلانتا كاسبريني، الفريق اللي كان دايما فريق وسط في ايطاليا وكمان ساعات كتير ممكن نلاقيه في درجات التانية والتالتة كمان في ايطاليا، بس كل ده اتغير بعد تولي جاسبريني ادارة الفريق موسم 2016-2017. كان وقتها جاسبريني ما كانش مدرب طب يعتبر، كان اكبر فريق مسكه كان الانتر 2011 وفشل فيه، وحتى في بداياته مع اتلانتا ما كانش حلو وكان قريب جدا من الإقالة لغاية ما جاسبريني قال هغير التشكيلة ل3-5-2 واعتمد على الشباب، وقدر ما يخسرش 10 ماتشات ورا بعض منهم ماتشات صعبة زي الانتر وروما، وصعد معاهم اليوروبا ليج الموسم ده من المركز الرابع. بس انا مش جاي احكي لك على الموسم ده، فالموسمين الفريق لعبهم من 2018 ل2020 كانوا اعلى مستوى الفريق يقدر يعمله بحجم اتلانتا انه يوصل فيهم ابطال، ومع ده كله انه يعمل بطولات قوية فيها، كان اول موسم ليهم
خسروا اول 3 ماتشات في المجموعات، وبعد كده عملوا رومونتادا في المجموعات ويكسبوا ماتشين وتعادل مات، وصعدوا يقابلوا فالنسيا ويكسبوهم رايح جاي، في الاخر خرجوا من باريس في دور الثمانية مع تفاصيل صغيرة جدا. وحتى في الدوري الموسم ده قدر الفريق يسجل 98 هدف في الدوري، كانوا من اقوى هجوم في اوروبا، ودلوقتي بقى كل سنة بينافسوا على المركز التأهل للابطال. في المركز الخامس فياريال 22، الفريق الاسباني تحت قيادة يوناي امري عاشق البطولات اليوروبا ليج اللي كسبها مع كل فريق دربه ما عدا فريق واحد كده، وش بقى جت عليا، وقدر يعمل بيهم موسم كبير جدا موسم 2021، وكسب اليوروبا ليج مع فياريال بعد فوزهم ضد اليونايتد في النهائي، غير كمان انهم خرجوا فريق ارسنال في نص النهائي مع انهم في الدوري ما كانوش احسن حاجه، خلصوا الموسم السابع بس بيعوضوا ده في بطولات الخروج المغلوب، وده اثبتوه الموسم اللي بعديه 2022، ومشوارهم كمل في دوري الابطال بعد ما قدروا يخرجوا اليوفي في دور ال 16 وخرجوا البايرن في مفاجاه مدويه من دور الثمانيه، ورحلتهم انتهت في نص النهائي ضد ليفربول. في المركز الرابع اياكس 2019، موسم كان مجنون كله من اوله لاخره، بس فريق اياكس الموسم ده عمل موسم جامد جدا، محدش كان عامل ليهم اي اعتبار قبل الموسم، بس في الابطال الفريق عمل بطولة عظيمة وطريقة اقل ما يقال عنه اسطوري، تحت قيادة لاعبين شباب زي دي يونج ودي ليخت وفان دي بيك وجياش وناس تانية كتير، تحت قيادة مدرب تين هاج بدأوا البطولة دي من المجموعات، خلصوا مركز تاني بعد البايرن من غير ولا خسارة، وقدروا يتعادلوا معاهم رايح جاي 1-1 في المانيا و 3-3 في امستردام، وكملوا المفاجآت بعد ما خرجوا بطل اوروبا 3 مرات ورا بعض من دور ال 16 ريال مدريد بعد ما كانوا خسرانين في هولندا 2-1، ورجعوا في البرنابيو 4-1، وكملوا في البطوله وقابلوا اليوفي بقياده كريستيانو في دور الثمانيه اللي قدروا اياكس يخرجوهم من ايطاليا بهدف دي ليخت، كل الماتشات دي كسبوها باداء ونتيجه، بس القصه دي ما كملتش نهايه سعيده بعد ما خرجوا من توتنهام في نص النهائي، سيناريو مجنون اكتر من جنون الماتشات اللي فاتت، واتريك مورا الشهير. في المركز الثاني ملك 2013، بعد ما كان النادي قرب يفلس بس بعد ما مسكهم الشيخ احمد بن نصر سنة 2010 قدر ينقذهم، وجي في سنة 2013 قدر يبني فريق قوي جدا تحت قيادة مانويل بيليجريني، لعيبة كويسة جدا زي اللي كسب جولدن بوي السنة دي اسكو وبابتيستا وخواكين وسانتا كروز، الفريق قدر يعمل موسم رائع في دوري الابطال وقدر يتصدر على فريق كبير زي ميلان ويوصل لبعيد في الابطال، يخرج من دور الثمانية ضد بروسيا دورتموند كلوب في ماتش الشهير بتاع بطلت التعليق لعصام الشوالي. في المركز الثاني كوستاريكا كاس عالم 2014، ده بقى المعنى الحرفي للحصان الاسود، فريق كان واقع في مجموعة الموت وكل اتريق عليه وقالوا هيخرج خسارة المجموعة، كانت فيها منتخب ايطاليا وانجلترا والاوروجواي، والفريق قدر يتصدر بفوز ضد اوروجواي 3-1، وبعدها كسبوا ايطاليا 1-0 وتأهلوا ب7 نقط بدون ولا خسارة، وقدروا يكملوا لغاية دور الثمانية من كأس العالم، وخرجوا بصعوبة ضد المنتخب الهولندي من ركلات الجزاء، وكان وقتها أشهر واحد في التشكيلة كان كيلور نافاس اللي بيلعب في ليفانتي، وجول كامبل اللي كان شباب وقتها بيخرج إعارات من نادي الأرسنال. في المركز الأول لسه 2016، المعجزة الكبيرة واللي اكيد بعض الناس توقعتها ان حطهم في المركز الاول بعد ما كانوا بينافسوا على الهبوط في الموسم اللي قبليه، تحول الفريق تاني خالص في موسم 2016، وقدروا تحت قيادة المدرب الايطالي رانييري اللي بالمناسبة دي كانت بطولة الدوري الوحيدة اللي قدر يكسبها في تاريخه، مع انه درب فرق تانية كبيرة زي الانتر ويوفنتوس وفالنسيا وتشيلسي واتليتيكو وفرق تانية كتير، بس في الاخر قدر يكسب الدوري مع ليستر مع لعيبة ما كانتش لسه اتشهرت زي كانتي ورياض محرز وفاردي اللي كان ليه قصة كبيرة في طريقه للوصول للقمة، ممكن نبقى نعمل لها فيديو تاني منفصل عليها. وبس كده وصلنا لنهاية الحلقة، وابقوا قولولي في رأيكم في الكومنتات وايه القصة اللي فاجئتكم اكتر واحدة ومين قصص تانية انا نسيت اقولها، وبس كده سلام. And there is no barricade.